والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسك. يا سيدي يا رسول الله، يا كامل الذات، يا جميل الصفات، يا منتهى الغايات، يا نور الحق، يا سراج العوالم، يا سيدي يا محمد، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا شربت لذيذ الماء عن ظمأ إلا رأيت خيالا منك بالكراسي. ولا جلست إلى قوم أحدثهم، إلا وأنت حديثي بين جلاسي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سواك عند حلول الحديث العام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. هو لن يضيق يا رسول الله جاه إذا الكريم تجلى باسم ملتقم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه محمد واسمه قسم من أعظم قسمي. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة، يا رب جمعا طلبنا منك مرحمة،
يا رب جمعا طلبنا منك ميسرة فلا تخيب رجانا يا واسع الكرم واغفر لمنشدها وارحم مؤلفها بجاه من مدحه في النون والقلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم. ارفعنا بركاته، اللهم يا ربنا كن قلب مطلع الى قلوبنا، قائم هذه القلوب، اجعلها امره بالذكر بالايمان بالصلاه عليه، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. انه ان شاء الله من قيس الحبيب وبيت الله العطاس داري مكه ان شاء الله. ثم الشيخ والازهر الاثنين كانوا في اسم تويز داري مكه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك العلام المؤمن المهيمن السلام، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هذا المنوال. الحمد لله على هذا الاجتماع في هذه الليلة المباركة وفي هذا المنزل المبارك ليلة الجمعة، ليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر علي من الصلاة في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. فالليلة الغراء هي ليلة الجمعة، واليوم الأزهر هو يوم الجمعة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja kepada seluruh raja yang memberikan keamanan. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabatnya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhimpunan di malam yang penuh dengan barakah, di rumah yang penuh dengan barakah, yaitu malam kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah, beliau bersabda: perbanyaklah kamu untuk berselawat ke atasku pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Min khasais hadhihi al-lailah fadilah al-mubarakah lailah al-jum'ah anna fi kulli lailah min al-layali yunadi munadiyan fi al-thuluth al-akhir min al-layl hal min mustaghfir hal min da'ib hal min talib hajah amma fi hadhihi al-lailah lailah al-jum'ah قينات المنادي من المغرب إلى الفجر، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ Di antara keistimewaan malam Jumat adalah bila mana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru kepada setiap hambanya pada satu per tiga malam terakhir. Seruan itu berbunyi: adakah di antara kamu yang ingin bertaubat kepada aku untuk aku berikan taubat? Adakah di antara kamu yang ingin beristighfar untuk aku ampunkan? Adakah yang ada hajat untuk aku tunaikan? Tetapi khusus pada malam Jumat, seruan itu datang bermula dengan terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib. Seruan itu datang: adakah di antara kamu yang ingin bertaubat, beristighfar, dan adakah yang ada hajat? Itu bermula daripada maghrib pada malam Jumat. اجتماعكم هذا في هذه اليوم المبارك في هذه الليلة المباركة له أصل في السنة المحمدية، وله اتصال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر على سبيل المثال حديثين: الحديث الأول حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم مجتمعين
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سر اجتماعهم، فقالوا اجتمعنا نذكر الله ونحمده على الإيمان والإسلام، في رواية الترمذي. أما في زيادة عند الإمام النسائي ومنته بك علينا، قال ألهذا اجتمعتم؟ قالوا إي والله. قال ما سألتكم بهتانا، ولكن أخبرني جبريل إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هذا الحديث الأول في اجتماعكم على ذكر الله عز وجل. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang dasar atau dalil perhimpunan kita seumpama ini, ada dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dilakukan oleh para sahabat beliau. Saya akan menyebutkan dua hadis. Yang pertama adalah pada satu ketika baginda Rasulullah keluar lalu menjumpai sebahagian para sahabat duduk berhimpun dan ditanya oleh baginda Rasulullah sebab perhimpunan itu. Maka mereka menjawab, kami duduk di tempat ini untuk berzikir kepada Allah oleh kerana diberikan oleh Allah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Itu hadis diriwayatkan di dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam Sunan Al-Imam An-Nasa'i ditambahkan, kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebabkan oleh kerana anugerahnya kepada kami dengan diutusnya engkau untuk kami. Maka baginda bertanya, adakah kamu duduk hanya untuk itu sahaja? Mereka menjawab, demi Allah kami duduk hanya untuk itu sahaja. Kemudian baginda bertanya bersabda, aku mengambil sumpah daripada kamu bukan oleh kerana ragu-ragu akan jawaban kamu, akan tetapi Jibril datang kepada aku dan memberitahukan bahwasanya Allah telah membangga-banggakan kamu dalam perhimpunan kamu ini. Ijtama'u ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin min al-ayyam fi al-Rawdah al-Sharifah bijwar hujratih sallallahu alaihi wasallam fa ijtama'u yadhkuruna manaqib al-anbiya وشمائل الأنبياء. فهذا يقول آدم، وهذا يقول موسى كليم الله، وهذا يقول عيسى روح الله، وهذا يقول إبراهيم خليل الله، وكل أحد كل الصحابة يذكرون المناقب، مناقب الأنبياء. فكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنكر عليهم ذلك، بل أقرهم على ذلك وأيد كلامهم، ولكن حب أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه وفضل الله عز وجل عليه، إذ أصطفاه على العالمين، أصطفاه على الأنبياء، أصطفاه على الرسل، فهو إمامهم في الدنيا في حياتهم في حياته وإمامهم في الآخرة. فقال أما أنا فحبيب الرحمن، أنا أول من تشق له الأرض، أنا أول شافع ومشفع، أنا أول من يعبر الصراط سالما إلى الجنان، بيدي دواء الحمد، آدم ومن دونه هذا الأنبياء التي تذكرونهم مع جلالة قدرهم، آدم تحت لوائي يوم القيامة، موسى تحت لوائي يوم القيامة، عيسى تحت لوائي يوم القيامة، مع جلالة قدر هؤلاء هو يذكر فضل الله عز وجل، بيدي لواء الحمد، آدم ومن دونه تحت لوائي. Yang kedua adalah kumpulan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhimpun di Rawdah, yaitu yang berhampiran dan dengan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ketika berkumpul sesama sendiri, mereka menceritakan tentang manaqib atau biografi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan tentang keagungan kemuliaan Nabi Adam, kemuliaan Nabi Ibrahim, dan kemuliaan Nabi Musa, kemuliaan Nabi Isa dengan gelaran mereka Khalilullah dan juga Kalimullah, kemudian Ruhullah, gelaran-gelaran yang ada pada para nabi itu yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan nabi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan itu didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau berada di dalam rumahnya. Lalu baginda keluar.
menghampiri kepada mereka dan tidak menegur kepada mereka ataupun mengingkari perbincangan yang mereka lakukan. Akan tetapi baginda ingin menunjukkan akan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda sebagai seorang makhluk terpilih daripada seluruh para makhluk, bahkan makhluk terpilih daripada seluruh para nabi, makhluk yang terpilih daripada seluruh para rasul. Bahkan beliau adalah merupakan imam kepada seluruh nabi dan imam kepada seluruh para rasul. Baginda bersabda, adapun saya adalah merupakan kekasih kepada Yang Maha Pengasih. Saya adalah orang pertama yang akan terbelah kubur nanti di hari kiamat untuk saya bangkit. Saya adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat. Saya adalah orang pertama yang akan melintasi kepada as-sirat. Saya adalah pemegang kepada bendera yang dinamakan liwaul hamdi, bendera pujian. Semua makhluk termasuk Nabi Adam dan selainnya berada di bawah bendera yang saya bawa, yakni termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa, seluruh para nabi berada di bawah panji yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangkan kedudukan mereka para nabi dan rasul. أكرمنا الله عز وجل أن اجتمعنا في هذا الشهر المبارك، شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، شهر خروج النور المحمدي للأمة كلها. قال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال: أما الكتاب المبين فعرفناه وهو القرآن الكريم، أما النور فهو محمد بن عبد الله. فصلي وسلم على سيد الأنوار حبيب الرحمن. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan untuk berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan keluarnya cahaya. Bulan lahirnya baginda Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya telah datang kepada kamu daripada Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Adapun kitab, kata beliau, adalah Al-Qur'an. Adapun cahaya atau nur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nur hadha nur malmus, nur hissi ومعنوي، نور ظاهر وباطن. أدرك هذا النور كل من اتصل بالحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين كانت ليلة من الليالي تخيط مخيط فطفى السراج فسقطت الإبرة في ظلام، فأخذت تبحث عن ذلك عن الإبرة، فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم فأنار المكان فلقطت الإبرة، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبتسمة، فقال مالك؟ فقالت: الويل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن يراني؟ قالت: من لا يراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ذكرته عنده ولم أصلي عليه. Cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan cahaya yang boleh dikesan oleh indera kita, yakni cahaya yang fizikal yang kita boleh nampak, yang boleh nampak, dan juga merupakan cahaya yang maknawi atau yang bersifat tersembunyi, zahir dan juga batin. Cahaya baginda Rasulullah mempunyai zahir dan cahaya baginda Rasulullah juga mempunyai batin. Dikesan cahaya, terangnya cahaya baginda Rasulullah secara zahir oleh sahabat Nabi dan juga termasuk istri Nabi, Siti Aisyah, pada satu ketika menjahit, lalu kemudian jarum yang digunakan untuk menjahit itu terjatuh pada satu malam. Kemudian ketika mencari jarum yang jatuh itu tidak dapat dijumpai, sehingga datang baginda Rasulullah masuk ke rumah Siti Aisyah, maka dengan cahaya nur yang ada pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu terang dan nampak jelas,
dapat menerangi tempat jatuhnya jarum Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah tersenyum melihat kepada indahnya wajah Nabi dan terangnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ungkapan akan terangnya cahaya Nabi. Baginda bersabda baginda bersabda celaka kepada orang yang tidak dapat melihat kepada wajahku ini. Siti Aisyah bertanya, siapa orang yang tak dapat melihat kepada wajahmu itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu orang yang bila mana disebut namaku ia tidak berselawat kepadaku. سرى هذا النور المحمدي على الجمادات وعلى الناس على البشر حينما اتصلوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك النور والنور هذا متصل إلى يوم القيامة. هذه المدينة المنورة كانت فيها وباء، كانت أرض أمراض، لحد ما كان يستطيع الإنسان أن يعيش فيها، لكن تغير حالها وأصبحت منورة حينما حل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جمال، حل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت منورة. Negeri Madinah yang dahulunya adalah merupakan negeri yang dipenuhi dengan penyakit yang tidak semua orang boleh hidup di negeri tersebut. Akan tetapi keadaan itu berubah menjadi sebuah negeri yang dinamakan negeri yang bercahaya, munawwarah, yaitu kota Madinah bermula setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Jaa الطفيل بن عمرو الدوسي وكان على الشرك وكان خطيب قومه وسيدا في قومه وكان حكيما فوصل إلى مكة فحذروه كفار قريش أن يسمع لمحمد لكن قال أنا شاعر وبليغ أعرف أميز الكلام فسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسرى النور المحمدي إلى قلبه وأسلم فأراد أن يرجع إلى قومه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لي آية فدعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فما وصل الطفيل بن عمرو الدوسي على مشارف قبيلته إلا فخرج نور من جبهته ينير له المكان لأنه اتصل بالحبيب صلى الله عليه وسلم وسرى له النور النبي صلى الله عليه وسلم قلب تعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم حتى أنه خرج نور من جبهته فقال يا رب لا يفتدي قومي اجعل هذا النور في مكان آخر فتحول هذا النور من الجبهة إلى عصا كان يمسكها صواط كان يمسكها عصا تدل الطريق فأصبح تخرج منها نور يدله على الطريق. Seorang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi yang merupakan ketua kepada kabilahnya dan juga orang yang mahir dalam syair ketika berada di kota Mekah diingatkan agar supaya tidak menghampiri dan mendengar daripada apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tufail mengatakan, tak apa, saya nak dengar juga. Saya orang yang pandai, seorang yang ahli sastra bahasa. Saya boleh bezakan yang mana kata-kata yang memang mempunyai sastra atau yang tidak. Maka ketika datang dan berjumpa, mendengar daripada kata-kata ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, maka masuklah cahaya itu ke dalam hati Tufail dan dia masuk Islam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan untuk aku satu pertanda yang dengan tanda itu aku dapat membuktikan kebenaran yang kamu bawa. Maka baginda Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya memberikan tanda kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maka tanda itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Tufail saat beliau menghampiri kepada kampungnya
menghampiri kampungnya, nampak cahaya pada dahi Tufail, yang mana dahi cahaya pada dahinya itu dapat menerangi tempat yang dia berdiri di hadapan tempat tersebut. Ini seorang yang hatinya penuh ketergantungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi itu sampai kepada orang yang mempunyai ketergantungan kepada baginda Rasulullah. Tufail berdoa kepada Allah agar supaya cahayanya itu berpindah, maka dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tongkat yang dipakainya. Tongkat itu macam lampu suruh menerangi jalan ke mana saja Tufail itu berjalan. Kalau fi layla min al-layali ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabranin 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam فخرج سيدنا عباد بن بشر وأسيد بن حسين خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الظلماء في آخر الليل، وكل واحد منهم معه عصا. بمجالستهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومجالستهم مع النور المحمدي أضاءت عصا أحدهما حتى يسلك الطريق، فأضاءت لهم الطريق. وحينما أرادوا أن يفترقا أضاءت عصات كل أحدهما حتى وصلوا إلى بيوتهم، حتى سر هذا النور المحمدي السرع حتى في الجمادات، حتى في الجمادات، فكانت النور هذا يضيء لهم الطريق حتى وصلوا إلى منازلهم. ببركة ماذا؟ ببركة المجالسة النور المحمدي، فكان سر هذا النور أن سرى حتى إلى الجمادات. Pada satu malam, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duduk bersama dengan baginda Rasulullah sambil bersembang dengan beliau. Salah seorang daripada mereka adalah bernama Abbad bin Bishr, yang seorang lagi adalah bernama Sayyidina Usaid. Ketika keluar mereka berdua dan duduk bersama dengan baginda Rasulullah pada satu malam itu, duduknya mereka bersama dengan baginda Rasulullah, yaitu yang di, baginda itu adalah merupakan cahaya sebagaimana disebutkan sebentar tadi. Cahaya itu adalah berpindah kepada dua orang itu yang duduk bersama dengan Nabi SAW yang bercahaya itu, sehingga ketika kedua sahabat itu kembali daripada majlis baginda Rasulullah, didapati tongkat yang dibawa oleh mereka berdua adalah dipenuhi dengan cahaya, menerangi lorong di mana mereka berjalan ketika ingin kembali ke rumah masing-masing. Ketika dalam perjalanan itu mereka berdua hanya ada satu cahaya pada waktu itu menerangi jalan mereka, dan ketika ingin berpisah, ke yang satu ingin ke kanan dan yang satu ingin ke kiri, maka cahaya itu pun terbelah menjadi dua, masing-masing mempunyai cahaya menunjukkan jalan mereka menuju ke rumah mereka. Demikian tongkat yang mana benda itu, tongkat itu adalah benda mati, mendapatkan kesan daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fizikal dan boleh nampak oleh mata. Fa idza aradna an yakuna lana nasibun min hadha an-nur al-muhammadi أن نملأ قلوبنا بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا امتلأ القلب محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا القلب يتنور، فإذا تنور هذا القلب وهو ملك الأعضاء، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإذا تنور هذا القلب ظهر هذا النور على الإنسان. لذلك كثير من الرجال حينما نراهم نعرف أن النور موجود، نور الحبيب صلى الله عليه وسلم في وجوههم. نسأل الله عز وجل ببركة هذا الاجتماع أن يملأ قلوبنا بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حنان يا منان يا كريم الإحسان، نسألك ونتوجه إليك بحق هذا الشهر المبارك وبحق الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله، لا تحرمنا ولا تحرم أخواننا ولا تحرم أهالينا من رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من رؤيته في المنام في المنزخ وفي اليقظة يا رب العالمين، في وقت راضي عنا في خير لطف عافية. اللهم أطول المسافات الحسية بيننا وبينه، اللهم أطول المسافات الحسية بيننا وبينه. اللهم لا ترحم، اللهم لا تحرمنا من رؤيته، اللهم لا تحرمنا من رؤيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا كربتنا واقضي حاجاتنا.
اللهم ارحمهم سيدنا محمد، اللهم ارحمهم سيدنا محمد، اللهم فرج عنهم سيدنا محمد، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم والدينا، اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم اسكنهم اعلى فراديس الجنان، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم بارك في صاحب هذا المجلس وزده من العلم، اللهم زده من الانوار، اللهم زده من الاسرار، اللهم اجعله حجه لنا لا حجه علينا، اللهم اكرمنا بمتابعه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وافتح علينا وعلى اولادنا فتوح العارفين، اللهم فقهنا بالدين، علمنا التاويل، اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا اسرار القران وانوار القران، اللهم اجعلنا ممن يتدبره اناء الليل والنهار، اللهم اطل اعمالنا في طاعتك، اللهم اطل اعمالنا في طاعتك، واذا اردت ان تقبض ارواحنا فاقبضها على لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ما جل نتكلم، ولكن جينا ان نستفيد من البركه ومن النور هذا، ولكن امتثال الامر، والحمد لله رب العالمين. بلا ما kita menghendaki untuk mendapatkan daripada bahagian cahaya sebagaimana didapat oleh orang-orang sebelum kita, maka hendaklah kita memenuhi hati kita ini dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana beliau adalah merupakan cahaya, hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda yang bercahaya, maka hati ini akan dipenuhi juga dengan cahaya. Hati ini adalah merupakan raja kepada anggota dan tubuh badan kita. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuh badan kamu, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kamu. Hati ini bila mana dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah, maka akan dipenuhi dengan cahaya yang menyinari kepada seluruh tubuh badan kita. Kita dapat melihat ramai daripada orang-orang yang besar yang nampak cahaya kenabian atau cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wajah-wajah mereka, oleh kerana hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang bercahaya. Ceramah tadi diakhir dengan doa, lebih kurang terjemahannya mohon maaf. Al-Fatihah. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة، يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة، يا رب صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن الصحابة، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن الصحابة، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن السلالة، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن السلالة، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن المشايخ، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن المشايخ، يا رب صل على محمد، يا رب فارحم والدينا، يا رب صل على محمد، يا رب فارحم والدينا، يا رب صل على محمد، يا رب وارحمنا جميعا، يا رب صل على محمد، يا رب وارحمنا جميعا، يا رب صل على محمد، يا رب وارحم كل مسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارحم كل مسلم، يا رب صل على محمد،
محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزول. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزول. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابه. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابه. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب.
فلما نور ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل نقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره أهل بيته طهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنجز الأمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر. Thank you.
بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعله الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته اللهم بحرمه وجاه هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسكننا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا يا ربنا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا ربنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في المدينة المنورة في كل سنة لا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوة رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة فضلها اللهم ارحمنا إذا وصلنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ويوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مغبونين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الحبيب الكريم لنا شفيعا وارزقنا به وبجاهه يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نضمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غد اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واخذ الدين عن المدينين شافي مرضانا عافي مبتلانا سلم أحيانا أرحم أمواتنا اللهم إنا نسألك الخير كل عاجلة وآجلة ونعوذ بك من الشر كل عاجلة وآجلة اللهم ابسط قلوبنا بقلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
واجزي عنا خير الجزاء يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتقبل منا وافقنا وعافنا واعف عنا. فصل جماعه الحاضرين والحاضرات بالفضل وتفضل عليهم بمزيد الفضل يا صاحب الفضل. واجعلنا يا ربنا دوما من الشاكرين على هذا الفضل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا تقبل دعانا منا واجل اطرافك الخفيه في كل امورنا، واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى. سألناك بنبي والي وصحبه وسر الفاتحة. جزاكم الله خير. يا الله أكسبكم الله في الدوام. جزاكم الله خير الحبايب، حبيب عبيد الله العطاس والحبيب علي الحداد، ما شاء الله العطاس والحداد والحامد والسقاف والحبشي والعيدروس ما شاء الله والجيلاني. This is remind me of one story. سبحان الله. In كتاب قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر is one of his very close students, سيدنا علي الهيتي. علي بن الهيتي. One day سيدنا الشيخ عبد القادر جلاني he prepared one وليمة. مكان. To all the محبين العلماء. So many of them came. His student Ali ibn al-Hiti said to him, well, if al-Imam Sayyidina Ahmad al-Rifa'i, if he's here, it would be very nice, you know, but we could not manage to, because he's very far, in Ubaida, 400 kilometers. So, Sayyidina Shaykh al-Qa'i said, he said, well, he's here. So where is he? Say, in Riwaq, just next, you know, there's more room, we'll find him there. So he go open the door, he saw Sayyidina Imam Ahmad al-Rifa'i praying. Assalamu alaikum wa rahmatullah salam. He said, how you came? He told him, he said, I don't know, I was in my place, I found myself. Allah. And he had a maqtul, I know, Sayyidina Shaykh al-Qa'i Jalani fi yom, amal waliyim wa kadha, fa hamar fi al-Qa'i 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 لما ذهب رأى سيدنا أحمد الرفاعي كان يصلي، لما أتم الصلاة قال له يا شيخ يا إمام كيف صليت؟ والله مش عارف أنا كنت في مكاني أنا وجدت نفسي هنا. So this one, you know, in Quran سيدنا نبي الله سليمان when he was the throne of Belkis, there one month, you know, away from him. So قال الذي عنده علم من الكتاب. First jinn. Number one jinn. Then he said قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تبدا لك. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامي. I will give it and bring the throne of Balqis. You start your office at 8 o'clock, by 3 o'clock, let's say, end of office hour, you will find the throne here. سيدنا سليمان looks at it's too long. قال الذي عنده علم من الكتاب ولي من اولياء بني اسرائيل. ولي من اولياء قال ورسول سيدنا سليمان قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. Within not I blink half. So before he say yes, the throne was there. سبحان الله. That is power of اولياء بني اسرائيل. How about the power of اولياء امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ It's simple. الله سبحانه وتعالى يعني اختار him. When we think of it, how would that happen? If you fly it now, bring anyone, you know, within 1 hour, 2 hours. The distance of, you know, that we go to Mecca, 8 hours to Jeddah. But if you want to go walking, how long will it take? By ship, by bicycle, by car. Whenever the power increase, the distance will be shorter. Sahih? So, more power, distance shorter. Then these people, they use what power? A380? They use Allah's power, subhanahu wa ta'ala. Allah's power, kun? Yakun. Many people, sickness. The doctor said, that's all. If you spend all your money, cannot. But Allah subhanahu wa ta'ala, shafi. Allah's kun? Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. So tonight, you know, but we are missing Habib Hassan tonight. Wanted to be. يعني حسن عباس. أيضا نفتقده اليوم. تريد الأربعة. He's busy now.
The belief in Allah's power. Nowadays, who believe is unfortunately unbeliever's power. So this thing has been taken from us, subhanAllah. And al-madiyat. It's something we materialize, you know what we call it? Materialism. But Allah subhanahu wa ta'ala, if we, He wants from us some iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Then what we want is siratan. I don't want 380, 380, I don't want 474, this one, I don't want. We want ihdina siratan. Wallahi, if Allah guide anyone, that would be great. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah, sirat ala dhahrana jahannam, sirat al-mustaqim. He said, tatahafatuna ala al-nar, tahafat al-farash, wa ana akhidun bi-hijazikum. Say you are going to fall in Jahannam. Like, you know, when there is light, you see the insect sometimes will come to the light. You know? You also going to fall in Jahannam, like this, the Tahaf al Farash. Wa ana akhidhu bi hijazikum. So what? He catch you from here, sallallahu alayhi wa sallam, put you up from Jahannam. Al-Habib alayhi salatu wasalam. Habib just now mentioned about Hamil liwa al-Hamd. رافع لواء الحمد. We used to say أنا ولا فخر. يعني آدم عليه السلام توسل to Allah for Allah to forgive him by whom? By the barakah of سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتلقى أمر من كلماتي فتاب. So ask Allah by the barakah of سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. It's late now, but I will bring one real true. I mean, in our life story, we have one sheikh in Iraq. Sheikh Abdul Karim al-Dabar, he was a big alim, من العلماء الصالحين, العلماء العاملين. His uncle, من العلماء also, he got his ijazah from his uncle. The uncle has one friend, very rich, very wealthy person, and he was a friend to the uncle, the Mufti. But he has one problem. Of course, he's very generous, he's a stupid, and he has something very kind-hearted. If there's two people, two brothers having problem because of finance, because he took loan from, you know, he cannot settle, he will go to him and say, why don't talk with your brother Fulan? He say, you know, he took money from me never then. He say, no, he have sent the money with me. In fact, not, he wants to, he don't want to see any people having the argument. Ajib, calm, ajib. And nowadays, you see someone like that say, wallahi, you should file a case against him. Why you, subhanAllah. Anyway, so, this man, he used to give sadaqah, kada. But he has one problem. His salat, not on time. That's our problem nowadays also. But for them, big. Yani salat zuhur before, salat al-asr, just before asr arrive, he'll pray zuhur. Maghrib, you know, sometime, two in one. So anyway, he passed away, subhanAllah. At that period, you know, the sheikh used to be, ya akhi, salli. Salat, jama'ah, fi waqt, he said, inshaAllah. But he's busy, you know. He passed away. The sheikh was very upset. He entered to his room, closed the door. For 3 days he cried. Never came out. His father passed away, his mother passed away before. He never been sad like this, but this time he was. So they said, hey, ya sheikh, ya Allah, ajeeb. What is this? He said, wallahi, he's a good man. He's too generous, very nice man, have so much good deeds. But you know, because of his salat, I don't know how Allah is going to put him in Jahannam. He's a good man, I know. First, Allah is going to ask for salah. So, after the third day over, fourth day, he came out, very smiling, very happy, met Mawla, there is sacrifice. What happened now? Yesterday, for 3 days, he was now. He said to them, SubhanAllah, I saw my brother in my dream. Don't pass to me. I saw him in a very high place, very precious place in Jannah. I said, SubhanAllah, for all this past 3 days I was crying, no food, nothing, and you are in this place? What happened? You know what he said, what do you think he was? What was the reason that Allah subhanahu wa ta'ala gave him this barakah? He said to him, whoever have yaqeen that he has a prophet like Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he should not be scared from anything. Allah subhanAllah, من كان له نبي مثل محمد فلا يخشى شيء أبدا. He said, not my wealth, not my, the barakah of Shafa'at Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
وجبت يا الله خلاص. يعني you in our life, Allah سبحانه وتعالى is رحمة. Sometimes you know your son, your daughter does, they committed so much of sins, whatever, you know, wrongdoing. But when they come and ask your forgiveness, maybe after 2 days, after 1 year, but you will forgive them at the end of the day. If not by tongue, your heart, inside your heart, maybe you want to give them a lesson, but your heart say, I forgive you. Sahih? That is our rahmah. How about Rasulullah's rahmah? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ. That is آيات الرجاء. أرجى آية في القرآن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. والله you have, if you have yaqeen, your Rasulullah صلى الله عليه وسلم, he's your Nabi, خلاص, don't worry about anything. Don't worry. But because of that, your salat will be perfect, inshallah. Your dua will be, just put in your mind, Habib عليه الصلاة والسلام. And we are in Rabi' al-Awwal. Ayah as-salihin yusli say Rabi' al-Anwar. Rabi' al-Anwar. Rabi' al-Anwar. Rabi' al-Anwar. Anwar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In Kerala, Kerala, which is used to call it Khairullah. We have brother also from there. In Kerala, the Sultan, the king of India and Kerala, he saw the split of the moon. Shiqaq al-Qamar. When he saw the split, he said, what happened? How did that happen? Ajib. This must be a powerful day. When they follow the news, they know that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when the Kufar al-Quraysh asked him anything, he said, what do you want? He said, can you split the mountain? Yes. Ashara biyadihi sallallahu alayhi wa sallam. Tarab al-sa'a wa shaqqal. He can split it to two. The moon. So that man, when he said, I want to know. Then what happened? They came to know that that is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So he sent a group of delegation to meet him alayhi salatu wa sallam. What they brought to him? Zanjabil. Ginger. Ginger, ginger, ginger. Sayyidina Abu Hurairah in riwayat al-Hakim, al-Mustadrak, he said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cutting this zanjabil, ginger, to pieces, and he put in the mouth of each of his sahaba one. And he put one in my mouth, and he found it hot a bit. But because the sweetness from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ajee, that is a barakah. So these people converted to Islam, just saw the moon, split it to the moon. How? And how about the one who has seen him sallallahu alayhi wa sallam? Ajeeb, ajeeb. With Allah's barakah, inshallah, we'll be saved. Allah, he knows. لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا برحمة الله. All of us will enter to Jannah because of رحمة الله سبحانه وتعالى. Now, Allah's rahmah, which one is that? رسول الله صلى الله عليه وسلم. When they ask him, the hadith, they say, حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنا. What does that mean? That means he's a rahmah عليه الصلاة والسلام. He's the one who, الشفيع, come, enter, بسم الله, تفضل. So all of them will ask his shafa'ah alayhi salam. May Allah bless us with his shafa'ah. May Allah bless us to be a good follower of him sallallahu alayhi wa sallam. May Allah unite our hearts. May Allah unite the hearts of this ummah. It is the weakest time now we can see for the ummah of Islam. The weakest. But because of Allah's barakah and the blessing of Sayyidina Rasulullah, Allah bless them with the strength. You see, they are fighting for their dunya. They kill each other. For the name, in the name of Islam, they think they are doing well, they kill each other. But that is not the rahmah. That not what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said. Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَ وَشِدَّعَ الْكُفَّارُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. So that is the rahmah. We should have it. Don't sit in majlis and you have in your heart someone against your brother. Because that will hurt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Here, who are Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi al-Qulub. He said, لا تجلسوا في مجالس وفي قلوبكم شيء على الآخرين. هذا ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. أي شيء. كان سيدنا الإمام الرواس. الإمام الرواس من علماء الأكابر من ذرية سيدنا أحمد الرفاعي يعني. كان عنده شعر. المهم يقول في معنى هذا. He used to say that I, each of anybody have done anything wrong to me, I forgive him. No matter how big. Why? Because I don't want Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to ask forgiveness, Ya Allah, Ya Rabbi al-Alamin, forgive. So I don't want him to be in this position.
تهمت رسول الله يقول حتى ايش؟ ما اريد ارى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى يقول يا رب اغفر لفلان انه اساء لفلان، انا ما اريد افعل كذا، انا اغفر له من الان خلاص. فالحمد لله they have like this. Where is our kindness? Where is our kindness? Where is our rahmah? What is it? Majalis, Mawlid, will teach us so much things, inshallah. Yani if it is, we cannot reach to that spiritually, it will impact our hearts. جزاكم الله خير يا حبيبي يا حبايب ما شاء الله بارك الله فيكم وعلى الله من شأنكم رفع الله قدركم نفع الله بكم ودام الله النفع بكم يا سيدي يا عطاس يا سيدي يا حداد شكرا للحبيب عبد الرحمن الحداد for leading the مجلس ان شاء الله وان سنوات يا حبيب عبد الرحمن this is a sila I said we are doing something good just now I said to الحبيب I said they have a very great connection سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الإمام عبد الله الحداد وسيدنا الشيخ عبد الحداد they have this connection we have to keep it continue إن شاء الله as دوام الصلة إن شاء الله will please them we're not going to please them يعني but to please them they will be very happy oh, that's what we want so once a month إن شاء الله we'll have راتب الحداد راتب العطاس مولد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله we have that to see all of you This majlis. Don't worry, we won't make it late. It's a barakah, inshaAllah. Jazakum Allah, ya Habib Ali, inshaAllah. Habib Ali Zain al-Abidin is doing very good work. May Allah bless him. May Allah to do the best to fit fi khidmat hadha sirat wa fi khidmat al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. And all the salihin, all the good people, inshaAllah. Jazakum Allah, khair. We forgot to mention the name. Jazakum Allah, khair, ya Habib. Barakallah fikum. Inshallah, we're going to pray Isha and then after that, majlis makan.